خلينا احمد بقى نروح لحاليا او اول مواجهه للنادي الاهلي في 2021، بطوله كاس العالم للانديه في 2021، مواجهه الدحيل القطري. الدحيل القطري واحد من الفرق اللي سمعتها كويسه جدا، صارف فلوس كتيره جدا. قول لنا شويه كلام كده او شويه تواريخ تاريخيا الاول. طبعا احنا النهارده هنتكلم على نقاط القوه يعني بتاعه الدحيل. الدحيل القطري ده اتاسس سنه 2009، ايوه، كان اسمه نادي الاخويا القطري، وبعدين في سنه 2017 تم دمج نادي الاخويا مع نادي الجيش وسموهم مع بعض اسم الدحيل القطري. تمام. شعار النادي هو هتلاقي عليه ان هو ولد ليكون بطلا. اللقب بيسموه في قطر نادي الذهب او نادي الليث او الطوفان او الكتيبه العسكريه، دي كل دي القاب للنادي القطري. طبعا هم بطولاتهم تاريخهم كله 17 بطوله، 7 دوري نجوم قطر، 3 كاس امير قطر، 2 كاس قطر، 2 كاس الشيخ جاسم، و3 كاس ولي العهد. تمام، ده من الناحيه التاريخيه. وهو نادي الحقيقه حديث العهد، ولكن عنده بطولات كثيره جدا يا كريم. طبعا بنتكلم على فريق اعتقد قدر في خلال 3 سنوات انه يثبت نفسه على المستويين، المستوى المحلي والمستوى القاري هناك في اسيا. فريق قوي جدا وفريق قدر يتغلب على انديه كبيره. النهارده حتى طبعا هو اكيد بيشارك بصفته ممثل دوله قطر، الدوله المستضيفه للبطوله، لكن نادي الدحيل في دوري ابطال اسيا في السنوات الاخيره حقق نتائج جيده جدا. واعتقد واحده من النقط الاكيد اللي احنا هنشوفها، هنشوف فريق ما بيلعبش الكره الاسيويه او الكره الخليجيه اللي احنا معتادين عليها. ربما اكيد اداؤه يشبه اللي تابع كاس اسيا الاخيره، يشبه اداء المنتخب القطري على المستوى المنتخب الاول. نادي الدحيل دايما بشوفه اداؤه الفني قريب جدا 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 من منتخب قطر. طبعا اكيد وجود عدد من اللاعبين في فريق الدحيل بيمثلوا منتخب القطري، وطبعا ابرزهم اكيد واحد من النجوم اللي هنتكلم عليها النهارده وهو المعز علي.